الأراضي الرطبة في خليج سونغ تشون هي منطقة رطبة متصلة بالبحر، ولكن جيونج أهان تشيون الأراضي الرطبة هي منطقة الأراضي الرطبة المتصلة بالنهر. لذا الحيوانات والنباتات الذين يعيشون في اثنين من الأراضي الرطبة مختلفة. في الأراضي الرطبة لخليج سونغ تشون فمن السهل اكتشاف الكائنات البحرية الذين يعيشون في المسطحات التينية المحيطية. خصوصاً في هذه المنطقة هناك العديد من الكائنات البحرية والعديد من الطيور المهاجرة لقد جاء هنا كل عام. منطقة جيونج أهان تشيون للأراضي الرطبة متصل بالنهر في منطقة العاصمة في كوريا، لذلك فهو يلعب دوراً في تطهير التلوث البيئي والمناطق الحضرية في كوريا. في أكتوبر 2023 من خلال زيارة حديقة غيونغان تشون البيئية للأراضي الرطبة تقع في مدينة غوانجو مقاطعة جيونكي، أود أن أقدم حديقة الأراضي الرطبة الجميلة في كوريا لك هذه المنطقة توفير مياه الشرب في منطقة العاصمة بما في ذلك سيول. المنطقة العازلة بين الأنهار والأرض، منطقة بجانب الماء. المنطقة النهرية هي المنطقة الواقعة بين النهر واليابسة، وهو أيضاً مصطلح بيئي لواحدة من 15 منطقة أحيائية أرضية. تشكل مجتمع النباتات المائية على طول ضفة النهر في منطقة المياه تسمى النباتات النهرية. تعد المناطق المشاطئة موائل مهمة بيئياً من حيث التأثير على الحيوانات، النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والحفاظ على التنوع البيولوجي. تعد المنطقة المشاطئة أيضاً بمثابة مرشح بيولوجي يحمي النظام البيئي للمياه العذبة من الرواسب الزائدة والملوثات التي تدخل من خلال المياه السطحية أو التآكل، ويعمل على تنظيم درجة حرارة النهر عن طريق تكوين الظل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المنطقة المشاطئة أيضاً على تشتيت طاقة النهر. وبعبارة أخرى، إذا كان الغطاء النباتي متطوراً بشكل جيد على ضفاف نهر متعرج، يمكنه تشتيت القوة المنقولة من تدفق المياه وتقليل الضرر من تآكل التربة أو الفيضانات على ضفاف النهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن له العديد من المزايا الأخرى مثل منع الماء من أن تصبح غائمة عن طريق جذب الرواسب الموجودة في الماء، تسميد التربة، وتقوية ضفاف الأنهار. في النظام البيئي للنهر، تصبح النباتات المتكونة على ضفاف الماء مصدراً رئيسياً من الطاقة والمواد الغذائية المتبادلة مع النهر. للنباتات بجانب الماء تأثير كبير على اللافقاريات المائية بعدة طرق. الأوراق التي تسقط في الماء توفر طعاماً ممتازاً لهم، والجذور الممتدة من حافة الماء تعمل أيضاً كموطن للافقاريات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فهو بمثابة مكان للاختباء واستراحة للبالغين، مساعدتهم على تحقيق التزاوج بنجاح، وهو هدفهم الأكبر في الحياة. تعمل مجتمعات النباتات المائية على إبقاء تدفق المياه، مما يسمح بوجود جزيئات الرمال الناعمة لتتراكم، مما يساهم أيضاً في تكوين الأراضي الرطبة في السهول الفيضية. في الأراضي الرطبة في السهول الفيضية تظهر أنواع جديدة مثل الخنافس أو يرقات اليعسوب التي لا تحبها قد تستقر المياه سريعة التدفق.